الإصابة كامل ما كانش فاكسان لأنه فيروس نورمالمون هو فيروس الوغ في الفيروسات اون جينيرال ما عندناش ان تريتمون سبيسيفيك عندنا الوقايه كاين فاكسان هو الفاكسان تاع لا فاريسيل اي لو زونا ما عندناش في الجزائر يديروه في بلدان اخرى بصح ماشي كامل البلدان اللي يديروه دركا كاين ان تريتمون موجه للفيروس الحمد لله بكري ما كانش دوكا كاين نستعملوه في الحالات الخطيره لي فاريسيل مالين كاين دي فاريسيل للطفل ما كاش مكان فارغ من جسمه كامل الحب ما يقدرش يقعد ما يقدرش يتكا كاين وين هذوك الحبات ولاو نيكروزي يعني اللحم بدا ينتكل علاش واش هو السبب اللي خلاها خطيره ممكن خدا ممكن خدا ايبيبروفين قبل ما يظهر عليه المرض يبدا يمرض لها حما عطات له ايبيبروفين بعد يومين خرج له الحب بصح يخرج له السيفير كاين اطفال اللي راهم يديروا شيميوثيرابي كاين اطفال ياخذوا الكورتيكويد لمده طويله ما نتكلموش على كورتيكويد تاع 3 ايام 5 ايام نتكلموا على كورتيكويد اكثر من 10 ايام كاين اطفال اللي المناعه تاعو هذا وين خرج من مرضى مرض راهو في مرحله النقاهه ما استرجعش المناعه تاعو زاد دار فيها فاغيس الوراثه ما عندهاش دخل ما فيهاش ولا الام الحامل تنقل لوليدها ما عندهاش دخل الوغ الفاغيسيل خطيره جدا عند الام الحامل في الثلاث شهور الاولين الوغ لا فاغيسيل اللي ايمينيزونت يا اخي نقولوها كي نمرضوها مره تمرض مره في حياتنا تكون عندنا مناعه بصح كاين بعض الحالات ماشي بزاف نقدروا نعاودوا نمرضوها علاش اذا المره الاولى درناها خفيفه ومع الجرعه كي تكون فاغيسيل الطفل عنده زوج حبات ثلاثه نقولوا للام هنايا راهو دارها خفيفه بزاف ما حش يدير اونتيكور بزاف يقدر يعاود يديرها ولا اللي ما يكملش الدواء دكتوره ما ليست افاق دواء ما عندهاش يا دواء انت تداوي الاعراض ماشي المرض صح دونك وقتاش خطيره عند الام اللي تكون بالحمل في الثلاث شهور الاولى يعني خطيره على الفيروس على الفوتوس باردون وخطيره بزاف في الايام الاخرى الاخيره تاع الولاده ماشي مليح الام تروح تولد وهي هذا وين عندها فاغيسيل الفيروس هذاك راح ينتقل للبيبي لا فاغيسيل نيوناتال الي سيفير واللي تكون ترضع ويجيها لا ماشي مسألة رضاعة لا ولا وليدها عنده دوك لي بيبي لا فاغيسيل عند لي نوفوني ما نحبوهاش ثلاث شهور الاولين اون جينيرال الا الام كانت مرضتها بكري عندها لي زونتيكور راهي تنقلهم سما راهي تحميه شويه راهي تحميه شويه بلي زونتيكور تاعها بصح فوالا مزيه فكرتوني كاينه غلطه ثانيه راني حابه ننبه عليها واش هي؟ بزاف يقول لك انا ماذا بيا وليدي يمرضها هو صغير صح تقول لي ما راني خايفه تمرضها نهار 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 التصديره تاعها تمرضها درك خير ولا نهار الباك دوك واش يديروا كي يكون لونفو عنده فاغيسيل يبعثوا له كاع الاطفال تاع لا فامي نخليه يمرض درك ماهيش تقرا طبيبه تقول لي في الدار هذا ارهاب سنين شوف هذه العقليه مليحه في امراض واحد اخرين باغ اكزومبل لا روبيول الحصبه الالمانيه لا روبيول ماشي مليحه للمراه اللي تكون بالحمل وتمرضها ما عندهاش مناعه خطوره على البيبي ففي مادا بينا الطفلة قبل ما تتزوج تكون مرضت الغيبيول مرضوها روحوا مرضوها كي يكون عندنا حالة غيبيول ونقول لها جيبي كاع البنات خواتاتك لافامي خليهم يمرضوها لا غيبيول مي لا فاغيسيل لا علاش ما تتسببش انت ما تسبقش الاحداث تسبب انت ان تعرض وليدك انه يمرضها ومن بعد راح يدير لك انفورم سيفير ومن بعد بالك راح يعدي يماه اللي راهي بالحمل وما على بالهاش بالك راهي بالحمل شهر مازال ما على بالهاش يقدر يعدي المعلمه خاطر قبل ما تبدا لنا الاعراض رانا عندنا 10 ايام وحنا نعديو يعني في المدرسه الطفل راح يعدي الدراري نهار يبان عليه المرض راهو عدا مده سمانه هو يعدي دونك وثاني نتصرفوا معاه ما نمسوه ما نبوسوه ما نلعبوا معاه اسنا نكمل برك هذه الفكره نتسبب انا في انه وليدي يمرض لي الفاغيسيل ومن بعد مسكين يدير لي زونا اللي هو خطير وهدرنا عليه المره اللي فاتت دونك فاغيسيل عندك انا فو مريض في الفاغيسيل في الدار اعزليه نعزلوه ما تجعليش الاخرين يمرضوا عمدا دوكا كيفاش العدوى سي اترافير الرذاذ بالبزاق واترافير هذوك لي فيزيكول لي الماء دوك الام اللي راهي تنقي في ولدها هي برك اللي راهي تستعمله وتغسل يدها تمتم من الاخوه الاخرين ما يتقاسموش معاه الشخصيات فوالا وما يقعدوش قدامه باسكو يقدر يعديهم بالهواء واللي يكون يقرا ما يديوهاش يقرا ليفيكسيون سكولير حتى يبسوا له كامل الحبات
دكتور علاش كي كنا صغار كان دراري يقول لك لا لا انت مرات البوحمرون وانت مرات غير البوشوكه ما يمشوش مع بعض ولا لا لا هذاك فيروس وحده هذاك فيروس وحده احنا متعودين ان ولاد صغار بوشوكه بوحمرون بصح كل واحد ايه هي يعني هي الاغلبيه نمرضوها في صغرنا البوحمرون لا فاكسيناسيون احنا في الجزائر نديروها بكري بوحمرون نديروه في 9 شهور ودركا مع لو كالندري فاكسينال جديد باسكو ضفنا له الحصبه الالمانيه وضفنا له لي زوغيون الكناف اللي هضرنا عليه انا نديروه في 11 شهر بصح لا فاريسيل ما كاش الفاكسان دونك لا روجول نقصات وكامل مي لا فاريسيل مازالها كاينه شحال يستمر المرض عند الطفل الصغير حتى بعض الاحيان حتى ل 12 يوم ما هي من 5 ايام حتى ل 12 يوم مي اغلب الحالات سمانه اسبوع أوكي.